رشا 96 عايز اعترف لك اعتراف. خير يا كريم اندرسكور 01، انا من ساعه ما دخلت الميتافيرس وكنت مجرد افاتار بسيط مش عارف يلبس نفسه ولا حتى يختار لون شعره، وانت واقفه جنبي بتساعديني وبتوجهيني. الميتافيرس ما فيهاش حاجه عشوائيه يا كريم اندرسكور 01، طالما حطيتنا جنب بعض يبقى مكتوب لنا في الخوارزميه. انا كنت افاتار ملوش رجلين ومع ذلك سندتيني لحد ما وقفت على رجلي. بصراحه ما عملتش حاجه، يعني هم اللي زودوا خاصيه الرجول في الميتافيرس في الابديت الجديد. دايما بحس كده ان انت الافاتار الوحيد اللي بيفهمني، حتى والصوت بيقطع عليا. انت المايك عندك بايظ فعلا، هو ساعات بيهنج بس حتى لما بيحصل انت بتبقي فاهمه انا عايز اقول ايه. كريم اندرسكور 01، انا مش فاهمه ايه لازمته الكلام ده، خاصه ان الساعه داخله على 5. ما هو ده اللي كنت عايز اقوله لك، ممكن من فضلك ما تمشيش النهارده الساعه 5 زي ما بتمشي كل يوم. للاسف مش كل حاجه بايدينا. الساعه 5 دي مش ميعاد مروح، سندريلا كانت بتروح الساعه 12، اكتر بنت محترمه في الزقازيق بتروح الساعه 8. ايه موضوع 5 ده؟ غصب عني يا كريم اندرسكور 01، صدقني مش بمزاجي والله. يا رشا 96، انا لسه عامل ابديت النهارده وشايفك بسم الله ما شاء الله 4K، ارجوكي ما تضيعيش الريزولوشن. ما ينفعش يا كريم اندرسكور 01، لازم امشي الساعه 5. بتقابلي حد تاني مش كده؟ لا، تخفيف احمال. صح، سكان دار السلام ميعادهم دلوقتي. أعزائي المشاهدين صباح الخير وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في يوم 25 أكتوبر سنة 2022 شركة ميتا وفيسبوك سابقا أطلقت نظارة واقع افتراضي جديدة، اسم هذه النظارة الميتا كويست برو. لاحظت حاجة يا عزيزي في الاسم؟ ها؟ برو، برو جاية من بروفيشنال. النظارة دي كانت أول نظارة تطلقها الشركة بعد نظارتها الناجحة الميتا كويست 2 اللي كانت طلعتها سنة 2020، وبعت عزيزي حوالي 20 مليون نسخة دي الميتا كويست 2. خليني أقول لك يا عزيزي إن ده يعتبر رقم طفرة في مبيعات النوع ده من النظارات. الناس يا عزيزي بعد سنتين مستنين يا ترى بقى شركه ميتا هتعمل ايه او هتزود ايه على الموديل الناجح جدا اللي هو الميتا كويست 2. الحقيقه يا عزيزي ان شركه ميتا عملت يوتيرن، سابت خالص طريق الميتا كويست 2 وقررت تتجه الى طريق البرو البروفيشنال. احنا بالصلاه على النبي كده مش جايين نهزر اني مور، احنا جايين نعمل بروفيشنال وورك. الحقيقه يا عزيزي عشان نفهم المقصود بهذا اليوتيرن الاستراتيجي لازم نفهم الكويست 2 دي كانت عباره عن ايه وكانت بتتسوق ازاي. الكويست 2 وقبلها طبعا كويست 1 كانت بتتسوق كنظارات واقع افتراضي للجيمز الالعاب، نظارات رخيصه نسبيا سعرها من 300 ل 500 دولار، وصفتها انها تسليك تقدم لك مجموعه من الالعاب على منصه تمتلكها شركه ميتا اللي كانت وقتها فيسبوك عشان ما تلخبطش. كان وقتها عزيزي بيتم التعامل معها تسويقيا زي اي جيمنج كونسول او جهاز العاب زيها زي البلاي ستيشن والاكس بوكس، حاجه كده للاطفال والمراهقين والناس اللي عايزه تسلي وقتها. بس المره دي تجربه الجيمنج مختلفه من ناحيه الرؤيه، بتلبس النظاره فتتنقل من مكانك لحوالي الالعاب المثيره. ممكن عزيزي تلاقي نفسك جوه طياره، غواص، عربيه سباق، او تلاقي نفسك تحت اعماق المحيط بتتفرج على حوت مثلا، او بتستكشف سفن غارقه. ممكن تلاقي نفسك بتحارب زومبيز او بتقتل وحوش اسطوريه، بس المره دي انت جوه الجيم مش بتتفرج عليها من شاشه، الشاشه هي كل ما تراه عيناك. كل ده عزيزي جميل ولطيف ومبهر، ولكننا في الاخر بنلعب مش كده. الموضوع عزيزي فضل كده لحد ما شركه فيسبوك قررت تقدم للعالم موضوع الميتافيرس، وخرج مارك زكربرج في اكتوبر سنه 21 بعد سنه واحده من انطلاق ونجاح الكويست 2 واعلن لنا انه غير اسم شركته فيسبوك وانها من النهارده بقت ميتا، واعلن انها اول شركه بتتبنى مفهوم الميتافيرس وتسعى لتطبيقه في كل نواحي البيزنس والاتصالات اللي بين البشر. يعني ايه؟ يعني كفايه لعب، احنا مش هنفضل نستخدم نظارات الواقع الافتراضي في الالعاب بس، احنا هنشتغل بيها. المنظور اللي مارك زكربرج بيفكر فيه ان بدل ما تخش الشغل وتفتح لابتوبك على الصبح، انت هتبقى حاطط نظاره هتبدا تشتغل على مكتبك اللي هيكون فاضي، لان اي حاجه هتحتاجها هتكون جوه النظاره. عايز شاشه موجود، عايز كيبورد موجود، عايز شاشه يمين وشمال موجود، عايز تقابل مديرك زميلك عميلك غفيرك كله موجود، انت بس البس النضاره البرو. والحقيقه عزيزي مش لازم تروح الشغل او تقعد على مكتب اصلا، من بيتك من اوضه نومك ببيجامتك زي ما انت، الافاتار بتاعك هو اللي يتكلم. في الميتافيرس لا يوجد حدود، لا يوجد جوازات سفر، مفيش غير النضاره اللي تقدر تحطك جوه اي بيئه انت عايزها مع اي حد في الشرق او في الغرب. يا ابو حميد ده ايه التكنولوجيا الرهيبه دي؟ الانسان هيعمل ايه بعد كده؟ الحقيقه عزيز انه لسه ما عملش، دي كلها احلام مستر مارك. النضاره البرو نزلت وب 1500 دولار لانها برو بروفيشنال. اعلاناتها كلها يا عزيزي خليني اقول لك ما جابتش سيره الجيمز نهائيا، كلها ناس لابسه النضاره وبتشتغل. الغريب بقى يا عزيزي ان النضاره نفسها ما اتباعتش. ايه؟
دمارك يروح فيكوا في داهيه. طب والميتافيرس والشركه اللي انا لسه مغير لكم اسمها دي؟ خليني اقول لك يا عزيزي، محدش جه الميتافيرس. اليوتيوبر زهروا كونتنت على الميتافيرس ومفيش ميتافيرس. العالم كله قال لمارك زكربرج احلامك دي تستغطى لها كويس. صل على النبي كده، مش هنقعد لابسين لنا خوذه 8 ساعات عشان خاطرك. يولع الشغل على الميتنج على الكلاينت عليك. ايه وانا مالي؟ احنا ودنا بتعرق من السماعه. هقعد احط تهمه فوق راسي؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان بعد هذا الاختراع وبعد هذا الفشل، اسهم شركه ميتا نزلت 65% بخسائر توصل لحوالي 14 مليار دولار في قطاع النظارات بس. القيمة السوقية لشركة ميتا نزلت من تريليون دولار قبل كويست برو مباشرة لأقل من 300 مليار بعدها بسنة، واضطرت الشركة تتخلص من 10,000 موظف. ده عزيز 13% من قوتها العاملة. كمان اضطرت تخفض سعر كويست برو بعد 4 شهور بس من نزولها. السعر عزيز نزل من 1500 دولار ل1000 دولار، وبالرغم من كده فضلت المبيعات قليلة. وخليني اقول لك ان معظم اللي اشتروها اصلا عشان الجيمز، لانها كانت افضل من كويست 2 في بعض النواحي. تخيل يا عزيزي تبقى راجل جد وبتاع شغل ومصدق في مستر مارك زكربرج، واشتريت النضاره اول ما نزلت ب 1500 دولار، وبعدين تروح الميتافيرس. يا شباب مين في الميتافيرس ناو؟ مفيش حد. وبعديها يجي صاحبك اللاعب بتاع الجيمز يشتريها ب 1000 دولار ويقول لك دي بتاع حلو قوي، ما تيجي اقطعك في البينج بونج. الحقيقه يا عزيزي قصه الفشل السريع ده مش اللي جاي احكيها لك النهارده. في الحقيقه انا جاي احكي لك على حاجه لسه هتحصل ان شاء الله، وبطلتها هذه المره شركه ابل مش شركه ميتا. شركه ابل اللي عمرها ما نظرت بعين الاعتبار لنظارات الفي ار ولا عالم الجيمز والسحر اللي اتبنى حواليها. الشركه دي كانت مركزه في الموبايل والتابلت والايبود والابل ووتش، وقبل كده خالص كانت متربعه على عرش البي سي. دلوقتي فجاه قررت تطرح نظاره واقع افتراضي. ابتداء من 2 فبراير 2024 هتكون بين ايدين الناس. ايه ده يا ابو حميد، ابل قررت انها تخش عالم الجيمز؟ لا يا عزيزي، ابل هنا ما بتسوقهاش كحاجه للجيمز، دي نظاره احترافيه برو. برو تاني يا ابو حميد، هو متعلموش من اخطاء الغير؟ برو يا عزيزي، واسمها كمان فيجن برو. ابو حميد بقى تلاقيها بتنزلها بسعر مهاود عشان تبيع، مش ب 1500 بقى، تنزلها ب 1000 مثلا، ب 900 ولا حاجه. عزيزي نضاره ابل ب 3500 دولار. ثانيه واحده يا ابو حميد، يعني انا ادفع 3500 دولار عشان واقع افتراضي؟ طب ما الواقع بتاعه ارخص وببلاش. يعني يا عزيزي النضاره ثمنها 3000 دولار ونص، يعني 3 مرات ونص سعر نضاره ميتا اللي ما اتباعتش. تفسيري عزيزي الوحيد اللي عندي ليهم وانصحهم ان هم يجيبوني كونسلتنت، ان ابل ما بتتابعش الاخبار، تقريبا ما سمعتش عن البرو بتاعت ميتا. يعني شركه ابل اعلنت عن الفيجن برو في يونيو 23 بعد حوالي 6 شهور من الاطلاق الفاشل للكويست برو، ورغم ذلك اعلنت انها داخله تقتحم نفس المجال بمنتج جديد وبسعر غير منافس على الاطلاق. السؤال بقى، هل شركه ابل بتغامر ولا هي عارفه هي بتعمل ايه؟ محمد ده تلاقيه كتر فلوس. ده انا عارف عزيزي، كنت امبارح احنا بنتكلم على شركه ابل. بلا ابل بلا بعد يا ابو حميد. انت ايه اللي في اللي انت قلته ده؟ ها؟ عايز تقول لي فات غيري؟ انت قلت يا ابو حميد، انت ليه بتلبسني؟ بحطك سنيد تبصيلي عشان الشوط. خليني يا عزيزي مين وايل اسيبك بهذا السؤال. ابل بتفكر فيه على بال ما انا اروح اجيب ابل وارجع تاني. عزيزي ان ابل مش اول مره تدخل على تكنولوجيا شغاله وتقدم فيها منتج جديد. اول مره عملتها كان سنه 1984 لما طرحت جهاز الكمبيوتر الشخصي الابل ماكنتوش، وقدمته في اعلان ملحمي بيستلهم روايه 1984 الشهيره لجورج اورويل. فكرته ببساطه هي انس في حمامك القديم، لانه وقتها كان الكمبيوتر الشخصي موجود ومعروف، لكنه كان ناقصه حاجه مهمه جدا ابل قدمتها لاول مره في جهاز الماكنتوش، الماوس. يا عزيزي قبل الماكنتوش كان الكمبيوتر الشخصي عباره عن سلسله من الاوامر لازم تحفظها وتكتبها على الكيبورد عشان تقوم بالمهام المختلفة. كان لازم معاك شيت. ما كانش فيه ما يعرف النهاردة بالواجهة الرسومية أو الجرافيكال يوزر انترفيس بالشكل المعروف النهاردة، اللي هو الواجهة المشهورة لكل برامج البي سي، القوايم والزراير وأوكي وكانسل ونظام النوافذ اللي بتطلع مع كل تطبيق، بتقدر تكبرها وتصغرها وتقفلها بزرار الإكس الشهير. العالم ده كله ما كانش موجود لأن كان ناقصه الاختراع اللي هيخليني أقدر أتعامل معاه، والاختراع ده هو الماوس. الفارة الماوس هو اللي يدخلني لهذا العالم الرقمي، يخليني اتحكم في البرامج واخد منها اللي انا عايزه من غير ما اكتب سطر واحد من الاوامر الممله. طبعا عزيزي مش محتاج اقول لك الماكنتوش نجح ازاي. الماوس لسه مكمل معانا لحد النهارده، وشركه ابل تربعت لفتره طويله جدا على عرش البيرسونال كمبيوتر. تسكت بقى ابل وتتلم على كده؟ لا، في سنه 2007 تنزل ابل بانجح منتج تقريبا عملته البشريه، الايفون، اللي برضه نزل كسمارت فون بينافس السمارت فونز اللي كانت موجوده قبلها. كان يا عزيزي هناك سمارت فونز قبل الايفون، لكن الايفون كالعاده
نزلته أبل وجواه مكون سحري، مكون هيخليه يكتسح وياخد المركز الأول، إنه المالتي تاتش. قبل الآيفون كان فيه موبايلات ذكية وكان فيه موبايلات تاتش، ولكنها كان بيشتغل بطريقة عقيمة جدا. الموبايلات السمارت كان بينزل معها كيبورد حروفه صغيرة جدا عشان تكتب الرسائل والإيميلات، موضوع صعب. المصممين ما كانش عندهم أوبشن تاني غير إن هم يحشروا الزراير كلها في كل موبايل بيقول على نفسه سمارت. أنت مش سمارت، خد كيبورد. أما بقى الموبايلات التاتش فكان بيجي معاها ستايلس، وهو قلم رفيع بيضغط على الزراير السوفت اللي بتطلع على الشاشة. وتسارع عزيزي، الحياة كلها كانت زراير، سواء زراير سوفت أو هارد. وكتير من الناس اللي كانت بتستخدم الموبايلات التاتش أو السمارت كانوا بيشدوا شعرهم من غباء الموبايلات، وكانوا في بعض الأحيان بيفضلوا الموبايلات العادية اللي ما فيهاش تاتش عشان أسهل في التعامل. ده عزيزي الموسم اللي اجتاح فيه موبايل زي البلاك بيري السوق. البلاك بيري ده عزيزي عبارة عن زراير وطلع لها شاشة. لما قابل بقى نزلت بالمالتي تاتش، المستخدمين شهقوا من الدهشة. لأول مرة عزيزي شاشة الموبايل الذكي بتكون ذكية فعلا، بتسمح للمستخدم انه يتفاعل معاها. يعني المستخدم يقدر يكبر ويصغر بحركات ايده، ويكنسل ويفتح برامج بحركات تانية، يقدر يضغط بايده على اي تكست بوكس فتطلع له كيبورد تاتش بالكامل. واو، الكتابة عليها سريعة وسهلة. المالتي تاتش اعاد تعريف الموبايل السمارت. النهارده عزيز مستخدمين ما يعرفوش طريقة غيرها للتفاعل مع السمارت فون والبرامج اللي فيه. واخد بالك يا عزيزي قبل بتعمل ايه؟ في 1984 وفي 2007 قبل عملت نفس الحركة. هي بتخش تقول للناس التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي ممكن يستخدموها ازاي بشكل اكفأ واسرع، بشكل يقدر يخلي طريقة الاستخدام القديمة جزء من الماضي خلاص. طريقة قبل دايما مش بس بتسود، دي بتخلي كل الطرق القديمة تختفي للابد. حصل ده مع الماوس بتاع الماكنتوش ومع المالتي تاتش بتاع الايفون. عارف يا عزيزي ايه المشترك بين الماوس والمالتي تاتش؟ انها طرق للتفاعل بين الانسان والعالم الديجيتال بتاع الكمبيوتر، وده تخصص ابل الحقيقي، الهيومن ماشين انترفيس، او التفاعل بين الانسان والكمبيوتر. شركة ابل نقدر نقول باختصار انها كل وظيفتها انها تخلق تواصل فعال بين الانسان والكمبيوتر، تواصل يخلي الانسان يحس ان هو ده، هي دي الطريقه الصحيحه للتفاعل مع البيرسونال كمبيوتر او مع السمارت فون، هو ده الصح، واللي كان قبل كده كان غلط. طب معلش يا ابو حميد، ايه الجديد بقى المره دي اللي قابل عملته في النظارات؟ نظارات الواقع الافتراضي عبارة عن شاشة قدام عينك مباشرة، كأنك ماسك تلفزيون وحطه كده قدامك، بس انت مش هتشوفها شاشة، انت هتشوف العالم كله من حواليك اختفى وحل محله عالم جديد ثلاثي الأبعاد، عالم ديجيتال بالكامل، عليه برامج وألعاب وملفات وكل حاجة. ازاي بقى المستخدم يتفاعل مع هذا العالم؟ هو ممكن يتفرج عليه بعينه، لكن هيمد ايده ازاي ويغير حاجة جواه؟ بالماوس. طريقة قبل مش هي اللي اخترعته؟ اولا عزيزي قبل ما اخترعتش الماوس، سرقته من زيروكس، هي بس كانت شاطرة في استخدامه وتسويقه. ده اولا. ثانيا، الماوس جهاز ثنائي الابعاد 2D بيتحرك في اتجاهين فقط، ازاي هتخليه يتحرك في عالم ثلاثي الابعاد؟ الحل البسيط والسريع اللي جايت له الشركات هو الهاند كنترولر، او دراع تحكم لكل ايد، بيطلع منه كده زي شعاع ليزر في العالم الافتراضي وانت لابس الفي ار، وبكده يقدر يشاور على اي عنصر في العالم ثلاثي الابعاد اللي حواليه يحركه بقى ويتفاعل معاه. يقدر كمان يكتب على كيبورد افتراضيه ويكبر ويصغر ويقفل النوافذ، وكده الحمد لله حليناه. طبعا الكلام ده ما ياكلش مع ابل، احنا جينا بقى في تخصص الهيومن ماشين انترفيس. رأي أبل في دراعات التحكم كان نفس رأيها في الستايلس اللي هو القلم بتاع التليفونات القديمة، شيء مقرف وممل ومحبط، مين عايز يفضل ماسك حاجة في ايده طول الوقت؟ ده شيء غير آدمي. إنما الشيء الآدمي فعلا هي الإيد البشرية، صوابعك معاك طول الوقت تقدر تتحكم بيها في اللي انت شايفه قدامك. خليني اقول لك ان هذه الفكره ليست فكره جديده، شركه ميتا اللي احنا بنتكلم عنها من الاول جربت موضوع الصوابع ده واستخدمت كاميرات النضاره بتاعتها عشان ترصد ايدين المستخدم وتدخلهم جوه العالم الافتراضي، فالمستخدم يتفاعل بايده وصوابعه. بس الموضوع كان فيه عيوب، العالم الافتراضي ده كبير جدا وواسع جدا، ومش معقوله المستخدم يبقى لابس النضاره وزي العبيط عمال يعمل لي كده اهو في العالم بتاعه، حاجات في الشرق وحاجات في الغرب، هيتفاعل ازاي مع كل ده؟ دي معياش شاشه تاتش مساحتها محدوده، ده مجرد رؤية. عشان كده رغم ان رصد الصوابع كان موجود في نظارات ميتا، الا ان المستخدم كان بيفضل الكنترولر العادي لانه اسهل واسرع. الله، امال قبل هتعمل ايه يا ابو حميد؟ قبل يا عزيزي هتستخدم الصوابع بس بالاشتراك مع العينين، باستخدام كاميرات خاصه جوه النضاره هتتبع حركه عينيك، النضاره هتكون عارفه انت بتبص فين بالظبط، عينك يا عزيزي هتكون هي الماوس. لو عايز مثلا تفتح برنامج، النضاره بالكاميرات اللي عندها اللي جوه بتتبع حركه عينك، هتعرف انك باصص عليه، وبعد كده بحركه بسيطه من ايدك هتعرف ان انت عايز تفتحه. مفيش اسهل من كده، يعني مفيش مد ايد بقى وتعمل حركات رأس معاصر عشان تدوس على تابت اليوتيوب، هتبص بعينك بس وخلاص، نظرات عينك أوامر. خلي عزيز ده تطور الأم، زمان كانت تبص لك الأم كده تقعد ساكت، دلوقتي الأم تبص تفتح يوتيوب. معلش يا أبو حميد، أنت
عملت البار بتاع الامبريسنج بتاعي بقى عالي قوي بعد ما بقيت اشوف برنامجك. انا مش امبريست وبصراحه مش حاسس ان ده اللي هيقلب الدنيا، بل بالعكس اوريدي الدنيا اتقلبت بالنضاره بتاعت ميتا اللي هي ارخص. بص يا عزيزي، النضاره لسه نازله ولسه هنشوف، بس اللي جربوا الطريقه دي بيقولوا ان هو ده المالتي تاتش الجديد، هو ده الايفون الجديد، هو ده الماوس الجديد. خلاص انا عرفت يا ابو حميد، هتلاقي قابل دافعين لك كام الف دولار في هذه الحلقه عشان تقول الكلمتين وتقول ان قابل هتنزل بنضاره ويا جماعه روحوا اشتروها وفيها تكنولوجيا ومالتي تاتش حاجات كده. عارفين يا ابو حميد، عارفين. بصراحه عزيزي لو تعرف حد من شركه ابل ممكن يمول هذا البرنامج اكون شاكر جدا بصراحه. محدش بعت لي موبايلات. ابو حميد عندي سؤال يحرجك. هو مش هيحرجني انا بصراحه، هيحرج شركه ابل، انا مش دعوه. طب جاوب على السؤال. السؤال بيقول بتاع دي وزنها كام؟ بتاع دي يا عزيزي وزنها 650 جرام، يعني تقريبا نص كيلو من المعدن، يعني كانك بتعمل 80 رقبه. طب معلش انا ابو حميد، انا هفضل شايل نص كيلو فوق راسي وعشان ايه؟ عشان اشتغل؟ انا لا رقبتي ولا محفظتي اسمحوا لي بكده. قول لمستر تيم كوك لو انت صاحبه قول له نخفض في السعر ونخفض في الوزن. السعر لو ظبط هنعدي الوزن عادي، زي ما هو جايب كاميرات كده بتراقب العيون بيشوف جيوبنا يشوف حالتنا. ولا يا عزيز الحقيقه انت عندك حق، حتى لو بقى التفاعل سحري زي ما بيقول ونظرات وهمسات ولمسات، محدش هيلبس النضاره دي طول الوقت ويشتغل بيها. دي نضاره كبيره وتقيله وبتعزل اللي لابسها، فدي تعتبر مشكله، بس لو فكرت فيها هتلاقيها اسهل مشكله. اسهل مشكله ازاي؟ بص يا عزيزي، في مارس 22 قدمت شركه موجو فيجن نسخه تجريبيه جديده من عدسات الواقع الافتراضي اللي طورتها. انت سمعت انا قلت ايه؟ سمعت؟ احنا بنتكلم في عدسات. عدسات قد كده يا ابو حميد، بتاعت زي بتاعت الكاميرا كده، لينسز بتتلبس على العين تفتح لك عالم ديجيتال قدام عينيك. طبعا الشاشه الصغيره في العدسه نزلت بدائيه وبتعرض لون واحد حاليا وهو اللون الاخضر، ولكنها شغاله، والاهم انها بقت مساله وقت خلاص، لاننا نشوف عدسه واقع افتراضي كامله. التكنولوجيا يا عزيزي عودتنا على كده واحنا بقينا سبويل. افتكر يا عزيزي حلقه بلاك ميرور ذا انتاير هيستوري اوف يو، دي مش بس بتورينا التكنولوجيا وهي شغاله، دي كمان بتورينا مشاكلها الانسانيه والاخلاقيه. مين بقى هيقدر يقول معلش اللينس اصل لبسها صعب، معلش بقى مش هقدر احطها طول النهار، خصوصا لو لينس بتحل مكان اللابتوب والتلفزيون وكل الاجهزه الديجيتال. لو تقدر تديك كل مميزات العالم الافتراضي بوزن زيرو وصداع زيرو. فاكر يا عزيزي اول تليفون محمول كان عامل ازاي؟ التكنولوجيا بتصغر حجم اي حاجه مع الوقت. من دلوقتي في نظارات سمارت ما تفرقهاش عن النظارات العاديه، وناس كتير ما عندهاش مشكله تلبسها طول الوقت. طب يا ابو حميد معلش، ليه قبل ما تستناش اما التكنولوجيا تتطور وبعد كده بينزلوا النظارات بتاعتهم؟ ليه انا بقى لابس خوذه فوق دماغي وزنها نص كيلو؟ السؤال ده يا عزيزي اجابته في الماضي. جيب تفاحه وارجع لك. قبل يا عزيزي عايزه تسبق عشان هي اتعلمت من دروس الماضي. بعد كل ثوره تكنولوجيه عملتها قبل بيجي المخلدين، الناس اللي بتلقط الصحه اتعمل ازاي وبتعمل زيه، لان الحلول بتكون سهله بعد ما الناس توصل لها. انت عارف طبعا يا عزيزي ان الماوس عمره ما كان حكر على كمبيوترات قبل، كله سرع الفكره طبعا، واهمهم نظام الويندوز اللي مش بس قلد الماكنتوش ده اكتسحه تماما في اعداد المستخدمين لغايه النهارده. نفس الكلام حصل في الموبايلات. المالتي تاتش دلوقتي مفيش سمارت فون ما بيستخدموش. شركه سامسونج مثلا كان عندها سمارت فونز قبل قبل، طبعا ما كانش فيها مالتي تاتش، ولكنها طبقت المالتي تاتش بحذافيره وبجوده تضاهي جوده ابل بعد ما ابل نفذته. في الحقيقه نظام الاندرويد نفسه القائم تماما على المالتي تاتش حاليا كان نظام عاملاه جوجل ومبني على البلاك بيري، وقدمت نموذج تجريبي له سنه 2006. نظام بيدعم شاشه بتاخد نص مساحه الموبايل وكيبورد دائمه بتاخد النص التاني. لكن بعد الاعلان عن الايفون في 2007 جوجل غيرت خطتها تماما، بقى نظام الاندرويد مبني على شاشه كبيره بتاخد كل مساحه الموبايل اللي هي نفس فكره الايفون. ونزل اول تليفون اندرويد بعد اكتر من سنه من نزول الايفون. ستيف جوبز غضب جدا جدا جدا، وما انت اندرويد الزفت. اعتبر الاندرويد منتج مسروق بالكامل. ابل رفعت قضايا على جوجل وسامسونج والموضوع فضل عند القاضي، ولكن عمليا يبدو ان ابل كانت عارفه ان منع التقليد مستحيل. اكتفى الايفون ب 30% من سوق السمارت فونز، والاندرويد اللي كان مجرد تقليد لنظام الايفون بقى معاه دلوقتي 70% من المستخدمين. طب يا ابو حميد، فرضنا دلوقتي ان نظاره ابل نجحت، ما جوجل وسامسونج والشله دي هيقش السوق بعدها، هيتعلموا منها. الجديد ان المره دي ابل بتنزل الفيجن او اس في غفله من الزمن من غير ما يكون حد مستعد. ايه الفيجن او اس دي يا ابو احمد؟ نظاره ثانيه. ده عزيز نظام التشغيل اللي مش بس هيشغل نظاره ابل دي، لا ده كمان هيشغل الاجيال اللي هتنزل بعدها. نظام الفيجن او اس هو اللي هيستمر. النظارات دي التكنولوجيا علمتنا هينزل بعديها نظارات اخف واسهل، وان شاء الله بقى ارخص، وممكن تتطور لعدسات كمان. لكن بقى نظام التشغيل بالتطبيقات اللي هتتعمل عليه هيفضل مستمر
بيستمر وبيتطور. صحيح تكنولوجيا الواقع الافتراضي دلوقتي تقيلة ومش عملية، مش هنعرف نشتغل بيها في الوقت الحالي، بس ماذا لو استخدمنا النظارة دي عشان نطور ابليكيشنز على الفيجن او اس، ابليكيشنز تشتغل بطريقة ابل، نظرات العين وحركات الصوابع، ابليكيشنز هتخلي نظام التشغيل ده مش بس بسيط وسلس، ده كمان هتخليه برودكتيف في الشغل والترفيه وكل المجالات. الابليكيشنز يا عزيزي هي السبب الحقيقي لشراء اي كمبيوتر. الناس مش بتشتري الاجهزة عشان الهيومن ماشين انترفيس، الماوس مش هو اللي باع البي سي، اللي باع البي سي الايميل والبراوزر والوورد والاكسل والفوتوشوب، الحاجات اللي الماوس بيدوس عليها الابليكيشنز. وابل عارفه ده، ابل عارفه كويس قوي ان تكنولوجيا النظارات هتتطور مع الوقت، بس يوم ما توصل انها تكون خفيفه جدا وسهله الاستخدام ويكون اسهل لك انك تبعت ايميل من نظارتك بدل ما تستخدم الموبايل، ساعتها مش هتلاقي برنامج ايميل افضل من البرنامج اللي موجود على فيجن او اس اللي هيكون موجود وبيتطور بقاله سنين. رغم ان اول نظاره اشتغل عليها هتكون الفيجن برو اللي خلاص دلوقتي بقى جزء من التاريخ. دي يا عزيزي سنه الحياه، السوفت وير بيكمل والهارد وير بيترمي وبنعمل غيره. باختصار يا عزيزي، ابل في الحقيقه نزلت نظام تشغيل، اول نظام تشغيل للسبيشال كومبيوتنج، وده الاسم اللي ابل اطلقته على الميتافيرس. هو اسم يا عزيزي مش بيحاول يتفلسف ولكنه بيوصف اللي بيحصل. احنا قدام كمبيوتر عادي بس في السبيس من غير الهارد وير التقليدي، ودعت ابل المطورين ان هم يعملوا برامجهم على اول سبيشال كمبيوتر ابل عملته، وهو نظاره الفيجن برو. النظاره يا عزيزي مش هي نجمه الحفله الحقيقيه، نظام التشغيل والابلكيشنز هم النجوم الحقيقيين. يمكن عشان كده جوجل وسامسونج بعد الاعلان عن الفيجن برو ظهرت تقارير عن اتجاههم في التعاون على نظاره جديده بنفس مواصفات الفيجن برو هتنزل في اخر السنه، واكيد من غير ما حد يقول لي يعني بتنبأ يعني ان النظاره دي هيستخدموا فيها نفس الحاجات اللي ابل عملتها زي تتبع العينين وحركات الصوابع، رغم ان جوجل كانت اوريدي تخلت عن ابحاثها في مجال الواقع الافتراضي اصلا، ولكن المره دي الموضوع كبير وابل داخله في الموضوع. تخيل عزيزي لو ما كانتش جوجل اتحركت ونزلت الاندرويد بعد الايفون، كان زمان السمارت فون دلوقتي يعني الايفون فقط بلا منافس لحد ما يجيله منافس. جوجل وسامسونج عارفين ان اي تاخير دلوقتي معناه ان في المستقبل سبيشال كمبيوتر يعني ابل فقط، وهو ده الجديد. ابل فاجئت الجميع وسبقت في الوقت، كاننا قدام لحظه ظهور الايفون بدون ما يكون الاندرويد جاهز. يجب يا عزيزي في النهايه ان انا اوضح ان بالرغم ان ابل سبقت الا انه لسه بدري على تكنولوجيا الواقع الافتراضي. نظاره ابل الجديده ليست لحظه الايفون، سعرها مبالغ فيه جدا، حجمها وزنها كبير، النظاره الجديده مش هيشتريها غير المتحمسين اللي معاهم فلوس طبعا. انا متحمس بصراحه بس جيبي مش قوي. الحقيقه عزيزي ان ابل لا بتستهدفك ولا بتستهدفني، ابل بهذه النظاره بتستهدف المبرمجين والمطورين اللي هيشتغلوا عليها ويجربوا تطبيقاتهم في رواد الفيجن او اس الاوائل، ويقعدوا بقى يطوروا ويحسنوا ويطوروا ويحسنوا لغايه ما المستخدم العادي يوصل. فين بقى لما التكنولوجيا تبقى عمليه اكتر ورخيصه اكتر؟ الموضوع ده بقى ياخد له سنتين 3 10، انما بقى المستخدم العادي اول ما يجي هيلاقي سيستم قوي ذكر وتطبيقات عمليه مفيده ومنتجه نظيفه وجميله ومتطوره، بالاضافه طبعا للتجربه المريحه اللي هتكون للنظاره او العدسه. المستخدم العزيز العادي حظه حلو قوي، نقعد نعمل له كل ده ونرخص له السعر ونعمل له برامج ونعمل له حاجات ارخص واصغر وهو ياخد الحاجه على الجهاز. هو بس عيبه ان هو يعني مش مستعد يصبر معانا في الاول ويشتري البتاع ب $3,500. ايه يعني $3,500؟ ما احنا كلنا بننزل على الكافيهات نصرف ب $3,500 or $4,000 عادي يعني في اليوم. بس يوم المستخدم العادي يجي هتكون هي دي البدايه الحقيقيه للميتافيرس. اسف مستر تيم كوك وشركه ابل السبيشال كومبيوتنج. الميتافيرس ده فلسفي زياده عن اللزوم وما كنتش بحب مارك بصراحه، فقيت عايز اقطع كل منتجاته. بس كده يا عزيزي، خيرا وليس خيرا، مستر شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، انزل بص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. بالمناسبه يا عزيزي لو انت بتشوفنا من المستقبل عندك النظارات الفيجن او اس بقى المتطوره ويمكن تكون العدسات، عايزك بقى تركز على زرار الاشتراك وبعدين تعمل بايدك كده اهو فيقوم عامل اشتراك فتصبح مشترك عندنا في القناه لو ابلكيشن يوتيوب لسه موجود يعني. وغير كده قول لنا صحيح بقى اشتريتها بكام، عامله كام عندك في المستقبل؟ لا انا مستخدم عادي يا عزيزي، لسه استنى اجيب الفيجن برو 6 اس، انا عايز اجيبها سكند هاند او سكند اي بقى.